أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سؤال وهو لماذا الدعاء للإمام، وهل يحتاج إمام زماننا أرواح العالمين له الفداء إلى دعائنا؟ أولا جواب نقضي، لماذا ذكر الصلوات على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا أيضا دعاء بدايته اللهم. وهل النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى صلواتنا؟ أساسا القضية لا تقتصر على الدعاء، لماذا يجب علينا الدفاع عن رسول الله؟ وهل النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى دفاعنا عنه؟ لماذا تجب علينا نصرة النبي صلى الله عليه وآله؟ وهل هو صلى الله عليه وآله بحاجة إلى نصرتنا له؟ ماذا تقولون هناك؟ نقوله هنا. ثانيا، هناك فرق بين الزيادة وبين الحاجة. ليست كل زيادة حاجة، ولكن الزيادة زيادة. شخص يملك مليارات من الأموال، هل يحتاج أن تعطيه 100 فلس؟ بالطبع لا، ولكن إذا أعطيته 100 فلس فهذه زيادة، زيادة قليلة ولكنها زيادة. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان محتاجا، ولكن بعض الأشياء زيادة. هذا ثانيا. ثالثا، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام
يحتاجون إلينا؟ لا، ولكنهم يحتاجون إلى الله، وذكر الصلوات والأدعية اللهم كل وليك هذه طلب من الله سبحانه وتعالى لرسول الله وأهل البيت. والله عز وجل يعرف كيف يعطي، يعرف كيف يصنع. أنا عندما أذكر ذكر الصلوات، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أطلب من الله عز وجل عندما أقرأ الأدعية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اللهم كل وليك، أو بقية الأدعية الواردة عن أهل البيت لهم، أطلب في كل هذه المطالب، أطلب من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعرف كيف يعطي ويعطي، وهم بحاجة إلى الله عز وجل. نعم، بحاجة إلى الله عز وجل. رابعا، وهي نقطة مهمة جدا في مجال العقيدة، أهم العقائد ما هي؟ التوحيد. هذه النقطة مرتبطة بأصل التوحيد. أحيانا عدم الالتفات، عدم معرفة هذه النقطة أحيانا يؤدي إلى الكفر. أحيانا عدم معرفة هذه النقطة أحيانا يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. نقطة جدا مهمة، وهي أن الله هو الله. أن الله عز وجل بيده كل شيء، بيده كل شيء يعني بيده كل شيء. أن الله عز وجل إذا شاء يغير كل شيء. عندما أقول كل شيء يعني كل شيء. اليهود قالت يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله يده مبسوطة يعني ماذا؟ يعني يتمكن إذا شاء أن يغير أي شيء شاء. الخلق خلقه، تعلمون هذه النقطة إحدى أهم النقاط المخيفة لأنبياء الله، المخيفة للرسل، المخيفة لسادة الخلق وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الأنبياء، الرسل، أهل البيت صلوات الله عليهم يعرفون الله، يعرفون أن الله عز وجل من الممكن أن يغير في أي وقت شاء، يغير أي شيء شاء، يغير يغير. بالنسبة إلى أي شخص من الممكن أن يغير. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بنص القرآن الكريم يعرفون كل شيء، يعلمون علم الكتاب كله، يعلمون علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب عند أهل البيت موجود، ولكن عند الله عز وجل أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل أطلعهم على الغيب كله. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس عالما بالغيب فقط، هو معلم الغيب، وما هو على الغيب بضنين يعني بخيل.
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وجد أهلا للغيب يعلمه، ليس بخيلا على الغيب. رسول الله هكذا معلم الغيب، ليس فقط عالم بالغيب. عند أهل البيت علم الغيب موجود، ولكن عند الله عز وجل مفاتح الغيب موجود، وعنده مفاتح الغيب، المصدر عند الله. وهذا الذي يخيف أهل البيت. الله عز وجل يخشى من ظلمه، حاشا لله، الله لا يظلم، ولكن من الممكن وله الحق أن يغير أي شيء بالنسبة إلى أي شخص، له الأمر، لا يمنعه شيء ولا يمنعه أحد. بالنسبة إلى من يريد أن يغير؟ من شاء. هذا الحديث، هناك أحاديث كثيرة عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر، عن الإمام زين العابدين، عن الإمام سيد الشهداء مثلا، أو عن أمير المؤمنين. هذا السند، لا، هذا الحديث ليس عن الإمام الصادق نقل عن أبيه، لا، هذا الحديث قاله الإمام الصادق، وقاله الإمام الباقر، وقاله الإمام زين العابدين، وقاله الإمام سيد الشهداء نفس العبارة، وقاله الإمام المجتبى، وقاله الإمام أمير المؤمنين، بالمقدار الذي رأيت أنا بالنسبة إلى هؤلاء. لعل بقية أهل البيت أيضا قالوا هذه الكلمة. ماذا قالوا؟ قالوا لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة. ما هي هذه الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني كل شيء موجود عندنا بمقدار ما رأيت. ستة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام قالوا هذه الكلمة: أمير المؤمنين، الإمام المجتبى، الإمام سيد الشهداء، الإمام علي بن الحسين، الإمام محمد بن علي الباقر، الإمام الصادق صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا عليه. اللهم صل على محمد. عندهم كل العلم، بالقرآن يصرح: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين عنده كل شيء، ولكن هناك آية أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تدعو لرسول الله، رسول الله بحاجة إلى دعاء؟ نعم بحاجة إلى دعاء، أنا لا أسوى شيئين، ولكن الدعاء طلب من الله. رسول الله بحاجة إلى الله؟ نعم بحاجة إلى الله. الله يحب النبي صلى الله عليه وآله، لا يوجد محبوب عند الله عز وجل أحب من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا شك، ولكن الله بيده كل شيء. يحتاج إلى دعاء رسول الله؟ نعم يحتاج. أنا لا أسوى شيئا في هذا الكون، ولكن القضية عند الله عز وجل. هناك روايات عديدة، بل أقول كثيرة، بعضها تؤكد تأكيدا كبيرا، بعضها تؤكد أن الذي لا يعتقد بهذه العقيدة هذا خارج عن الإسلام. عقيدة البداء، البداء يعني ماذا؟ لعل هذه الروايات الشريفة إشارة إلى هذا البعد. لا تقول الله عز وجل خلاص خلق وترك خلاص، لا، البداء الله عز وجل أبدأ شيئا ثم يبدي شيئا آخر. ممكن، ممكن في كل شيء ممكن، لأنه الله. نعم يلزم أن ندعو لرسول الله، يلزم أن ندعو لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا رابعا. خامسا، الدعاء لرسول الله، الدعاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، جزء كبير جدا من فوائده لنا. أنا أدعو للإمام، الإمام بحاجة إلى دعائي للإمام، أنا بحاجة إلى دعائي للإمام، أنا أصلي على رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صلوا عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بحاجة إلى صلواتي، أنا بحاجة إلى هذه الصلوات. كم من الفوائد لهذا الذكر الشريف، كم من الروايات الشريفة، كتب مستقلة عن فوائد هذا الذكر الشريف، روايات عجيبة أصلا محيرة. الآثار النفسية لهذه الأدعية، الآثار الروحية لهذه الأدعية، البلايا الدينية التي تدفعها هذه الأدعية عن الداعي. أنا الذي أدعو لرسول الله، أنا الذي أدعو لأهل البيت. الآثار في دفع البلايا الدينية وهي أخطر البلايا، الآثار في دفع البلايا الدنيوية، هذه السهلة، هذه الصغيرة بالنسبة إلى عظمة هذه الأدعية. الدعاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام نفعه لي، لعلي أقول ولست متأكدا، لعلي أقول أنا المنتفع الأكبر. الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء بحاجة إلى دعائي، أنا بحاجة إلى دعائي للإمام. البعض يقول، وبالفعل أنا سمعت بعض المؤمنين طبعا يقول، هذه الأمور المذكورة في هذا الدعاء هي مضمونة أساسا للإمام. ماذا أطلب من الله عز وجل؟ اللهم كل وليك ماذا؟ وليا حافظا. الله وليه، الله حافظه، الله قائده، الله ناصره، حسب تعبيرهم هذا تحصيل الحاصل. طبعا هذا ليس تحصيل الحاصل، استعمال هذه الكلمة في غير محلها، على أي حال هذا تحصيل حاصل. الله حافظه، أنا أطلب ماذا؟ أطلب إلهي يحفظ الإمام. قل الإمام، الله عز وجل هو حفظ الإمام وهو يحفظ الإمام، نفس الجواب، جواب نقضي. الصلوات عندما أقول اللهم صلي، الله يصلي أم لا؟ أصلا هي في الآية نفسها، في بداية الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله هو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. فهذه صلواتكم الآن تحصيل حاصل؟ لا. نفس الأجوبة، الأجوبة النقضية، الأجوبة الحلية. أساسا إخواني جواب آخر، أنا لا يرتبط بي فعل الله، أنا يرتبط بي تكليفي. أحيانا الإنسان يتجاوز من دون التفات، طبعا ليس شيئا متعمدا، المؤمن لا يصنع هذه الأمور تعمدا. الإنسان أحيانا يتجاوز حدوده، يا أخي أنت عبد، أنا عبد. العبد يفكر في أداء واجبه. الله عز وجل ماذا يفعل؟ هذا لا يرتبط بك ولا يرتبط بي ولا يرتبط بأحد من المخلوقات، الله هو يعرف ماذا يفعل. أنا تكليفي ماذا؟ أنا لي تكاليف، أنا علي واجبات، دعائي لإمام زماني من واجباتي، دعائي لرسول الله من واجباتي. هو شيء مضمون؟ ليكن مضمونا، لا علي أنا. أنا علي نصرة النبي، نصرة النبي الله عز وجل هو ينصر رسول الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، الله ناصر رسول الله، يحتاج إلى نصرتي له؟ لا. هذا لا يعني أنني لا أنصر رسول الله، لأن الله عز وجل ينصره، أنا لا علي الله ينصره أو لا، هذا فعل الله عز وجل، أنا علي أداء تكاليفي، أداء واجباتي. الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله هذا من الواجبات، من الواجبات علي وعلى غيري وعلى المؤمنين وعلى سادة المؤمنين وعلى الأنبياء. نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله واجبة على الأنبياء في القرآن الكريم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واجب الله أخذ الميثاق على الأنبياء، طبعا هذه في الرجعة، لا تؤمنن به ولا تنصرنه، كيف ينصرونه، هذا في الرجعة. واجب على الأنبياء، ليس فقط علينا، على سادة المؤمنين وهم الأنبياء، واجب أن ينصروا رسول الله. هذا أخذه الله عز وجل على الأنبياء. لماذا؟ الله هو ناصر رسول الله. لا عليك، أنت أدي واجبك. الله عز وجل حافظ الإمام، فليكن، أنت واجبك أن تدعو للإمام أن الله عز وجل يحفظه. هذا ليس تحصيل حاصل، استخدام الكلمات في غير موضعها. هذا الدعاء الشريف. في الأسبوع الماضي ذكرنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى عن أصل الدعاء للإمام أرواح العالمين له الفداء. النقطة الثانية عن مصادر هذا الدعاء الشريف وسند هذا الدعاء الشريف، وإن كانت الأدعية لا تحتاج إلى بحث سندي. النقطة الثالثة عن مكانة هذا الدعاء بالذات من بين الأدعية التي وردت أننا ندعو لإمام زماننا، مجموعة أدعية. هذا الدعاء بالذات مميز. لماذا مميز؟ للتأكيد الأكيد الموجود في هذا الحديث الشريف أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء في كل وقت، في الليلة 23 من شهر رمضان، في كل حالة، في كل شهر رمضان، في كل الأيام، في كل حال. هذا الموجود في الرواية الشريفة، قرأت لكم الرواية الشريفة. هكذا تأكيد لعله لا يوجد أو نادر في الأدعية التي ندعو بها لإمام زماننا، تأكيد عجيب. هذه النقطة الثالثة ذكرناها. نقطة رابعة بقيت أرجعناها إلى هذا الأسبوع، وهي الوقوف عند بعض الكلمات لهذا الدعاء الشريف. هذا الدعاء إخواني هكذا تأكيد عليه، يتبين الكلمات جدا عميقة، يعني مضمون الدعاء جدا كبير، وإلا لا يكون هكذا تأكيد. إذا المضمون مضمون عادي لا نتمكن أن نستوعب عمق هذه الكلمات. وقوف سريع عند بعض كلمات هذه الدعاء الشريف. أولا، اللهم كن لوليك. يعني ماذا وليك؟ الولي معناه نعرفه. الولي من هو؟ هو الأولى بالشخص من نفسه. ولي الطفل هو الأولى من الطفل بأمواله، لأنه ولي الطفل، وليه في أمواله، هو الأولى بالطفل بأموال الطفل من نفس الطفل. ولي الزواج حسب فتوى بعض الفقهاء، الأب ولي في زواج البنت. يعني ماذا؟ يعني أولى بها في أمر الزواج منها، بناء على هذا المعنى. في القرآن الكريم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تصريح، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نفس هذه الآية المباركة استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، قال ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلمة الولي المعنى الظاهري من هذه الكلمة الأولى، الأولى بالشخص أو بالشيء من نفسه. هذا المعنى نتمكن أن نتصوره في هذه الكلمة هنا، اللهم كن لوليك. الكاف ولي أضيف إلى الكاف، الكاف ضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يوجد ولي أولى بالله من نفسه. استغفر الله واتوب إليه، حاشا لله.
ما هو معنى كلمة لوليك؟ هناك قاعدة يذكرها علماء الأدب العربي، قاعدة مشهورة: في النسبة تكفي أدنى مناسبة. عندما تنسب شيئا إلى شيء أو شيئا إلى شخص، أدنى نسبة، أدنى مناسبة بينهما تكفي. يعني ماذا؟ يعني تتمكن أن تنسب شيئا واحدا إلى أشياء مختلفة. مثلا مثلا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هو غريب الطف، وهو غريب فاطمة، وهو غريب أهل البيت، وهو غريب الدين، وهو غريب بني أمية، كلها صحيحة. هو غريب الطف لأنه غريب في الطف، هو غريب فاطمة لأنه ابن فاطمة، هو غريب أهل البيت لأنه من سادة أهل البيت، هو غريب الدين لأنه صار غريبا من أجل الدين، هو غريب بني أمية لأنه من ظلمهم صار غريبا. نسبة الشيء إلى شخص أو إلى شيء من الممكن أن تكون أي مناسبة بينهما تصلح أن تنسب هذا الشيء إلى هذا الشخص. مرة تقول: أنت استأجرت دارا وجلست في الدار، تقول بيتي، تعال إلى بيتي. مرة تقول بيتنا، مرة تقول بيت حج فلان اللي استأجرت منه، كلها صحيحة. بيت حج فلان لأنه هو المالك له، بيتي لأنه أنا المستأجر من هذا البيت، بيتنا لأننا نعيش في هذا البيت. الكلمات عندما تنسب أدنى مناسبة كافية في النسبة. أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الاثنى عشر هم أئمة أهل البيت، صحيح. هم أئمة المؤمنين، صحيح. هم أئمة العادل، صحيح. أئمة أهل البيت لأنهم أهل البيت، أئمة المؤمنين لأنهم أئمة على المؤمنين، أئمة العدل لأنهم يحكمون بالعدل، لا غير ذلك. الأمثلة كثيرة. في النسبة تكفي أدنى مناسبة. عندما نقول أمير المؤمنين كما ورد في الرواية الشريفة، أمير المؤمنين هو ولي كل مؤمن، هذه الكلمة صحيحة أم لا؟ صحيحة، هو ولي على كل مؤمن. عندما نقول أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله، هذا أيضا صحيح. هو ولي المؤمنين أم ولي الله؟ هو ولي المؤمنين، يعني ولي على المؤمنين. هو ولي الله يعني ولي من قبل الله على المؤمنين، صحيح. كلمة ولي تنسب إلى الناس، معنى هذه الكلمة ولي على الناس. تنسب إلى الله، معنى هذه الكلمة هو نفس المعنى، الولي يعني الأولى بالشخص من نفسه، ولكن عندما تنسب إلى الله يعني الله جعله أولى بالناس من أنفسهم، صحيح. لأن في النسبة أدنى مناسبة كافية. اللهم كل وليك هو ولي الله على الناس، نعم. معنى صحيح، صحيح جدا، واضح. نحن لا علينا بالآخرين الذين لا يفهمون أحيانا، لعله بسبب بعض التعصب لا يفهمون، وإلا بعض القضايا يبدو واضح، يستشكلون إشكالات، لا علينا بإشكالاته، القضية واضحة. يقولون: لماذا تقولون عن أصحاب الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا أنصار الله؟ الله يحتاج إلى نصرة؟ ليتهم قرأوا كتاب الله على الأقل الذي يحفظونه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أمر من الله، الله يحتاج إلى نصرة؟ اقرأ القرآن أولا. لا علينا بهم، إشكالاتهم عجيبة. اللهم كل وليك. بقيت كلمات أخرى أيضا نريد أن نتوقف عندها، لعله إن وفقنا فرصة أخرى نقف عند هذه الكلمات الجميلة الرائعة
هي العبارة فقط ملاحظة أذكرها، العبارة جدا جميلة جدا جدا جميلة. اللهم كل وليك وليا، هذا يحتاج إلى تأمل. اللهم كل وليك، أول طلب ما هو؟ وليا وحافظا. العبارة جدا رائعة. هذه العبارات تعلمون في اللغة العربية استخدام الكلمات المشابهة عند بعض بمعاني إجمالا مختلفة إجمالا، هذا يعطي روعة كبيرة للعبارة. على أي حال، بيننا وبين عيد الغدير، العيد الأكبر الأفضل الأعظم الأكرم، هذه كلمات الرواية الشريفة، بحدود 50 يوم، أقل من 50 يوم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بهجة العمل. بهجة العمل عمل بنشاط كأن الشخص مبتهج، هذا يلزم أن يكون طيلة أيام السنة حتى في يوم عاشوراء، يلزم أن تكون نفسية الإنسان المؤمن في العمل الديني نفسية نشطة كأنه مبتهج. كيف أن الإنسان المبتهج نشط؟ هذا النشاط يلزم أن يكون طيلة أيام السنة، هذا شيء. في أفراح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هناك شيئان آخران أيضا، بهجة العمل في كل وقت، عمل الشخص المبتهج هذا المفروض في كل وقت حتى في أيام المصائب، لا توجد بهجة عملية، عمل بنشاط. هناك شيئان آخران في المناسبات السعيدة، أولا البهجة القلبية، ثانيا البهجة العملية، هذا غير بهجة العمل. البهجة القلبية واضحة، الفرح في القلب. البهجة العملية إظهار هذا الفرح في المناسبات السعيدة المرتبطة بأهل البيت، يلزم أن تكون بهجتان إضافيتان، بهجة قلبية فرح في القلب، ثانيا فرح عملي إظهار الفرح الموجود في القلب. إخواني، لعلي هذا الشيء ذكرته لكم سابقا على ما أتذكر، عموما في القرآن الكريم الفرح ليس محبوبا، عموما في الآيات القرآنية الفرح شيء غير محبوب. في القرآن الكريم حسب ما بحثت يوجد مورد واحد فقط وفقط ليس فقط الفرح محبوب بل هو مأمور به أمرا صريحا، في مورد واحد يوجد أمر بالفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لام الأمر واضح، ليفرحوا أمر بالفرح. هذه الآية عن ماذا؟ راجعوا التفاسير الشريفة، تفاسير عديدة، روايات صحيحة السند، حسب تعبير بعض العلماء أعلائية السند، روايات أجلاء عن أجلاء عن أجلاء رووها. المقصود من بفضل الله وبرحمته ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل على محمد. يوجد أمر في القرآن الكريم بالفرح بهذا الشيء، الفرح القلبي والفرح العملي أيضا. وهناك روايات جدا رائعة وكل كلامهم رائع، أحب أن أقرأ بعض هذه الروايات الشريفة لكن هذه الروايات تأخذ وقتا، لعلي أقرأ بعض الروايات الشريفة جدا جميلة جدا جدا رائعة في تفسير هذه الآية المباركة، روايات عديدة لعلي أقرأ بعضها في وقت آخر فرصة أخرى إن شاء الله. إظهار الفرح في هذا العيد الأكبر لأهل البيت، في هذا العيد الأعظم، قلت 4 كلمات لعلها أكثر، الآن أتذكر 4، هو العيد الأفضل، هو العيد الأكبر، هو العيد الأعظم، هو العيد الأكرم على الله عز وجل. هذا العيد يحتاج إلى تهيؤ، من الجميل جدا أننا نتهيأ من اليوم، نبدأ، الفرصة ليست طويلة لهكذا عيد بهذا المستوى الكبير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا نصرتهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.